هل هذه القاعدة صحيحة، وهي أن ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للولي؟ الخارق للعادة، أنا قلت لكم هذا، الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، وإن جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، وإن جرى على عبد عاص فهي خارق شيطاني وليست معجزة ولا كرامة. نعم.